بابو او مرت كويسه. اهلا وسهلا فيك. ميرسي ميرسي كثير. جمهور، هيدي اول رساله حابين توجهها ضمن هذا البرنامج لجمهور الحكمه. بعد السيمي فاينلز والنتيجه يلي قدرتوا تحققوها امام فريق الرياضي، بدي اشكره كثير صراحه لجمهور الحكمه يلي وقف معنا، صار له وقف معنا سنين وخذلناه يعني، بس شو ما نعمل هالباسكت بتخسر بتربح، بنتعلم كل غلطنا، مهم يضل ورانا، وانا بحبهم كثير من قلبي صراحه. نحن بنعرف انه انتم كرياضيين هلا خاصه المحترفين عم بتواجهوا صعوبات كبيره بعالم الرياضه، كيف عم تقدروا تتاقلموا؟ هل بعدك مصر؟ يعني كان عندنا من شوي لاعب ريبال بشاره، ريبال فضل يركز شوي على البزنس وترك على القليلة بمرحلة معينة ترك الرياضة لأنه للأسف عم تمرق بظروف كتير صعبة وتقدر يكفي. بتفكر أنت شي نهار تتخلى عن الاحتراف بالرياضة؟ صراحة هلا لا، فيتا أول إن بالباسكت، يعني كفى فيها الباسكت، إن شاء الله ما يوقف شي بوجهي وضل كفى فيها ووصل لأبعد مراحل. كفى مع نادي الحكمة؟ والله بعد ما بعرف شي صراحة، بس إن شاء الله يعني. كيف لقيت الاجواء ضمن مهرجان بيروت الرياضي اليوم؟ بيروت مين؟ ضمن كيف لقيت الاجواء بين الشباب والصبايا بخلال هذا المهرجان اليوم يلي نحن فيه؟ صراحه كثير حلو الايفنت، تفاجأت صراحه، وانه في كل السبورات فيه، بتعرف على كل شيء. ميرسي لوجودك معنا.